وداخل إحدى أكبر الشركات في الشرق الأوسط، بيدخل بكل هيبة رجل الأعمال والمهندس المشهور قاسم الشرقاوي. فين الشغل اللي انا قلت عليه جاهز اول ما نزلت مصر؟ يا فندم اتفضل. بص للتصميمات وقال لهم ايه التصميمات دي اللي ما يعلم بيها غير ربنا؟ يا فندم احنا فريق العمل كله اجتهد فيها على قد ما يقدر، وده اللي خرجنا بيه، وانا ده ما يعجبنيش. واضح ان فريق العمل كله هيتغير بما فيهم الاستاذ اللي جنبي. اللهم صل على النبي، رحت في ابو زعبل ولا حد سمع عليا. هو انت بتقول انت كمان؟ وانا اقدر اقول حاجه وانت موجود يا ابن عمي؟ ابن عمك ده في البيت، انما هنا في حاجه اسمها شغل، مفهوم؟ حاضر حاضر، مفهوم مفهوم سيادتك ومعلوم. التصميمات ديت تتعاد من اول وجديد، واشوف حاجات ما شفتهاش عند حد قبل كده. طب ادينا سيادتك اللي في ايدك عشان نجدد عليها. لا دي خلاص. يعني ايه خلاص حضرتك يا فندم؟ مسك قسم التصميمات وقطع الورق بتاعها وكمل وقال له هو ده اللي قصدي عليه. يا اختي يا اختي يا اختي، يا تعبك ومجهودك اللي راح يحسنها يا ابن جمالات. ده انت حتى يا ام جمالات كنت داعيه للصبح يفتحها في وشك، بس واضح انها ما اتفتحتش، دي انفنجرت. بس مش عاوز كلام، اطلع بره وحسابك معايا بعدين، وانتوا كلكم خلال يومين الاقي كل التصاميم جاهزه، مفهوم؟ اعرفكم بقى على بطلنا قاسم محمد الشرقاوي، من اكبر رجال الاعمال المشهورين داخل البلاد وخارجها، وبالرغم من صغر سنه وانه قرب التلاتينات، الا انه شخصيه جاده جدا، ما يعرفش حاجه اسمها مرح، وتولى كل الشركات ديت بعد ما والده راح وهو في سن 16 سنه، وكان قد المسؤوليه. ولما كمل 18 سنه اتجوز واحده، بس عاشوا بره وجاب منها حضانه. نروح بقى عند بطلتنا شمس وهي موجودة تحديدا نروح بقى عند بطلتنا شمس وهي موجودة تحديدا داخل إحدى المعاهد التعليمية. سلام عليكم يا عمته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا قلب عمته، عاملة إيه دلوقتي؟ طمنيني عليكي. والله الحمد لله في نعمة. أنا عارفة يا بنتي إنه الحمد لله على كل حال، بس قلبي واكلني عليكي، بقى تعيشي معايا كل السنين دي كلها وربيكي بإيديا دول، وفي الآخر تسيبيني وتمشي؟ معلش والله يا عمته، مش بإيدي، طالما قاسم رجع فخلاص ماليش مكان معاه في نفس البيت. يا بنتي ايه اللي بتقوليه ده؟ بس بقى تشيلي حاجة حصلت في قلبك من أكتر من 10 سنين، وكنت لسه صغيرة، وكلمة كده قالها بعفوية، ما تكبريش الموضوع يا شمس. لا يا عمته، ما كانتش كلمة ومرت بسلام. أنا عمري ما هنسى الإحساس اللي حسيت وقتها، بجد بتمنى محدش يمر بيه، لأن اليوم ده بالذات حسيت يعني إيه بابا وماما راحوا مني. انا مش هضغط عليك يا بنتي دلوقتي، هسيبك شويه كده واكلمك تاني باذن الله، بس طمنيني عليك، انتي بتعملي ايه دلوقتي وبتصرفي على نفسك ازاي؟ اهو بشتغل في سنتر تعليمي بالليل بعد ما بخلص الكليه. يا ضنايا يا بنتي، يعني الصبح تعب الكليه وبالليل تعب الشغل. الحمد لله يا عمته، دعواتك ليا. بدعيلك يا بنتي ربنا يكرمك بكل خير من حيث لا تحتسبي، ويرزقك يا رب بالزوج اللي بتمناه ليكي، ويكون خير ليكي. قفلت مع عمتها وقلبها شايل كتير، وهي بتتنفس بعمق وبترجع ورا بذكرياتها، فلاش باك من اكتر من 10 سنين. عمته هو فين قسومه؟ قاسم قاعد تحت يا قلب عمته. طب انا هنزله. لا يا شمس ما تنزليش دلوقتي. ليه يا عمته، هو في حاجه؟ سكتت العمه ومرضتش ترد عليها، لانها عارفه قد ايه هي متعلقه بقاسم، لأنها جت وتربت معاهم من أيام ما كان عندها 4 سنين بعد ما باباها ومامتها راحوا، وبتعتبر عمتها في مقام مامتها، أما قاسم بتعتبره في مقام باباها وأكتر كمان، وكانت دايما بتعتقد إنها لما تكبر هتكون شريكته في الحياة. مالك يا عمته، سكتت كده ليه؟ هو في حاجة؟ أصل إيه يا عمته؟ أصل بصراحة كده يا بنتي، قاسم خطب من يومين وخطيبته دلوقتي قاعدة تحت معاه، ويا دوبك سمعت الكلمة دي منها وطلعت تجري عليهم تحت، وأول ما نزلت وقفت لثواني وهي مش بتتحرك من مكانها، وهي بتبص لقاسم اللي قاعد بيضحك، وما كانتش بتشوف الضحكة دي بتطلع غير ليها هي بس. دلوقتي الضحكة دي بقت لواحدة تانية مش هي، عشان كده ما قدرتش تستحمل أكتر من كده وخدت العصير طلعت تجري وهي بتطلع لهم لسانها. اما قاسم، متاسف جدا يا هادي على اللي حصل، دي شمس اللي كنت بحكي لك عليها. لا قاسم، واضح انها ما تربتش، وما اعتقدش ان انت اللي ربيتها،
لانك لو ربيتها هتكون كويسة مش كده. فعلا معاكي حق، انا مربيتهاش كويس. وبعد ما مشيت هايدي، هي فين؟ هي فين يا امي؟ استهدى بالله بس يا ابني واستعيذ بالله واقعد. مش قاعد يا امي، اهو بسببها انا قاسم الشرقاوي يتقال اني معرفتش اربي. قاسم الشرقاوي اللي موقف 4 شركات جوا مصر وخارجها بفضل الله، ومحدش يعرف حاجة الا لما يرجع ليا. هي تعمل كده؟ خلاص بقى يا قاسم ما تكبرش الموضوع، هي بس اتفاجئت ان انت خطبت ودخلت واحدة جديدة حياتنا. ده امر واقع يا امي خلاص، وبعد كده تعتبر هايدي زي مامتها، اللي تقول لها عليه تسمعه، والا هوديها المكان اللي كان مفروض اوديها فيه اول ما باباها ومامتها راحوا. انت بتقول يا قاسم؟ ما تعليش صوتك لحسن تسمعك. لا انا عاوزها تسمعني يا امي عشان تعرف دلعها ازاي الده يوديها فين. باك بجد يا قاسم، وانا صغيرة كنت بعتبرك كل حاجة في حياتي. انا مش فاكرك غير انت وعمته سناء، حتى مش فاكرة شكل بابا وماما الله يرحمهم، لاني كبرت وسطيكم انتوا الاتنين، وعوضتني عن كل شيء فقدته. بس للأسف جميلك ده مدامش كتير، لانك قلتلي كلمة وسافرت على طول، وخليت القلب ده من ناحيتك بقى عبارة عن فتافيت. نروح بقى الفيلا قاسم الشرقاوي. بعد ما رجع من الشركة، واول ما دخل سمعته التكسير ورجع تاني على الجردن الخلفي، ولما راح اتفاجئ من اللي شافه. منك لله يا زيخ، بقولك دخل دون في السبكة بتاعت الكولا، طلع مدخلها في السباك. بس الحيطان ليها ودان لحشان الشراوي يسمعنا ويكون وقعتنا بيضة شبه الخروب. قصدك ده احنا اللي هيتعمل مننا عصير خلوب نفسه؟ ده انا مش هعمل منكم خروب بس، ده انا هعمل منكم عصار رمضان كلها. يا نال ابيض يا نال ابيض، اجري يلا لحسن يعمل مننا صابية بلبن. لو انت الصادق ده يعمل مننا كوكتيل فخفخينة. استنى ياض، استنى ياض منك ليه؟ كان بيجري وراهم ودخل جوه الفيلا، بس يا دوبك لسه داخل سمع اللي بتنادي فوق بأعلى صوتها، فطلع يجري عليهم هما كمان. ايه فين انتوا الاتنين؟ الحان يا بابا، مش عاوز يديني التيشيرت البنك بتاعي وعاوز يلبسه. نعم يا اخويا، تيشيرت ايه البنات اللي لونه بينك اللي عاوز تلبسه ده؟ ده بقى عادي جدا دلوقتي يا بابا، الولاد تلبس لبس البنات والبنات تلبس لبس الولاد، وبعدين دي الموضة. قصدك دي الخيبة مش الموضة. يلا يا استاذ على اوضتك، وبعد كده ما تدخلش اوضة اختك الا لما تستأذن وتخبط عليها، انت ما بقتش صغير. حاضر يا بابا رايح، بس خليها تجيب الاول الشورت الكاتنج بتاعي اللي كانت واخداه مني من يومين، وكانت هتروح بيه للبرتش بتاع صاحبتها. سمعني تاني كده عشان الظهر وداني بقت تقيلة. خدت منك ايه وهتروح بيه فين؟ هو انت مالك يا بابا تحولت كده ليه؟ انا كنت هروح بيه لبرتش صاحبتي، مش حد غريب يعني. ده انتوا سندكم بيضة معايا، سواء انتوا او ام جلامبو وابو جلامبو اللي طلعوا يجروا مني. ده انا ناولكم نية بيضة، ومن بكرة هدور لكم على مربية ليكم، وابقوا بقى مشوها زي ما مشيتوا اللي قبلها. وبعد كام يوم عند شمسة وهي بتروح تدي درس خصوصي في عمارة من العمارات، وواقفة قدام الأسانسير بس مش معاها الكارتة، وبتحاول تتصل بماما الولد بس مش بترد، فهتضطر تطلع على رجليها 11 دور. يا صنة بيضة، كل دي أدوار هطلعها، وكمان تليفونها مقفول ومعرفش هي فوق ولا لأ. لا بس أكيد هي فوق إن شاء الله، لأن اتفقت معاها لو هي مش موجودة تكلمني. بس بجد أنا تعبانة، هطلع ازاي؟ لا لازم استعين بالله عز وجل عشان اطلع، عشان اقدر اجيب حق العشاء بتاع النهارده. ده انا لغايه دلوقتي ما اتغديتش. وفعلا طلعت على رجليها وخبطت الباب واستنت حد يفتح، وخلال ثواني كان الباب مفتوح، وحمدت ربنا وهي حاسه بفرحه. اتفضلي ادخلي يا ابله شمس. ماشي يا حبيبي، متشكره. دخلت وقعدت دقايق، بس استغربت ان مامته ما طلعتش تسلم عليها زي كل مره. لؤي هي ماما فين؟ ماما مش موجودة. مش موجودة؟ اما مين موجود دلوقتي في الشقة؟ هو انت لوحدك بس؟ لا انا وبابا. ويا دوبك سمعت ان بابا مش موجود وطلعت تجري على باب الشقة، بس اول ما جت تفتح الباب اتفاجئت باللي واقف قدامه وهو بيقول لها ايه يا حلوة، ما لحقتش اقدم لك حاجة تشربيها. لا متشكرة مش عاوزة حاجة، انا عاوزة امشي. هو ايه اللي بتقوليه ده؟ ام لؤي تقول عليا ايه بس؟ قلت لك مش عاوزة حاجة، ووسع من قدام الباب بدل ما ناجي على سكان العمارة كلهم. هتناجي تقول لهم ايه يا شاطرة؟
وانتي داخلة هنا برجلك وبإرادتك والكاميرات صورتك. قلقت من كلماته، بس ثقتها كانت أكبر بربها، لأنها عارفة إنه هينجدها من اللي هي فيه. يا رب يا رب، اللهم اكفنيهم بما شئت وعلى ما شئت، إنك على ما تشاء قدير. كان بيحاول يقرب منها وبصت وراها، لقت فاظة، وفي ثواني مسكت الفاظة ورفعتها عليه وقدرت تطلع تجري على الشارع. وفي نفس الشارع كان في عربية بتجري بأعلى سرعة، وكان جواها قاسم الشرقاوي. وهنا تكون انتهت حلقتنا النهاردة يا أحلى أخوات، أتمنى تكون عجبتكم. ما تنسوش بقى لو عجبتكم قصتنا بنستأذنكم تضغطوا لايك وتقولولنا رأيكم في التعليقات، ولو مكنتوش مشتركين في القناة تشتركوا فيها وتنورونا. ما تنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام عشان تاخدوا حسنات، وتجاوبوا على السؤال اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نزل من عربيته بسرعة، وهو بينزل كانت شمس واقعة على الأرض. يا أستاذة فوقي، يا أستاذة أنا مش عارف دي طلعت لي منين بالظبط، أنا عندي ميتنج مهم دلوقتي، أعمل إيه ولا وديها فين؟ ويا دوبك انتهى من كلمته لأقل ظهر في وشه. هي حصل لها إيه؟ ما تقلقش، ما حصل لهاش حاجة، أنا وقفت العربية بس هي اللي وقعت لوحدها. طب سيبها وامشي أنت. قاسم بعدم ارتاح لي، هو أنت تعرفها؟ أعرفها. تقرب لك إيه يعني؟ قريبتي. وأنا إيه اللي يضمني إنها قريبتك؟ هو أنت مش مصدقني ولا إيه؟ بالشكل ده اللي ما يريحش حد. اه مش مصدقك. هو انت بتقول ايه اللي سمعته؟ ومش هسلمها ليك الا لما تفوق. بقولك وسع من سكتي احسن لك. انا اللي بقولك ان انت زودتها قوي وما تعرفش انا مين، بس دلوقتي هعرفك مين هو قاسم الشرقاوي لاني جبت اخري معاك. كان لسه هيكمل كلامه بدات شمس تفوق. انا فين وايه اللي جابني هنا؟ كانت بتقول كلمتها وهي مش واخده بالها منه، لكن اول ما شافته ابعدوا عني، حد يلحقني ويبعدوا عني. انا قلبي برضو كان حاسس. استلقى بقى. انا متشكره جدا لحضرتك على اللي عملته معايا. انا كنت طالعه ادي لابنه الدرس وما كنتش اعرف ان زوجته مش موجوده، بس ربنا يسامحه. انا ما عملتش حاجه تستحق الشكر أبي، بس بعد كده خلي بالك عشان الاشكال دي ما تجيش جنبك تاني. كان بيتكلم وهو عاطلها ظهره وهو بيبص عليه، ومرة واحدة لف ليها عشان يكمل كلامه. ده الكارت بتاعي لو حضرتك احتاجتي حاجة. وانا اسمي قاسم. وما كملتش كلمتها ووقعت للمرة التانية. لا ده في حاجة النهاردة وربنا ما انا رايح الميتنج ده. وخلال نص ساعة كان في البيت. ايه ده يا قاسم؟ هي مين دي يا ابني اللي جايبها معاك كده؟ قربت منها العمة سناء، واول ما شافتها عرفت انها شمس. يا نهار ابيض، هو ايه اللي حصل يا قاسم؟ ونزلها على الكنبه، ما ينفعش تمسكها كده يا ابني. وكملت لنفسها بصوت مش عالي، دي لو صحت وعرفت ان انت عملت كده مش بعيد نتنقل كلنا على اقرب مستشفى، وانت بالذات هتروح العباسيه. بتقولي حاجه يا امي؟ يا ابني نزلها واسمع الكلام. حاضر يا امي. وفوق عند الولاد، انت شايف اللي انا شايفه؟ ايوه سايب بابا زي الواحده. هو ده يعني اللي فهمته؟ اه، اما في حاجه تانية يا مفتش كولومبو؟ يا ولا الظاهر كده ان دي خطيبه بابا الجديده اللي عاوز يتجوزها، وزحلها في قشره موز وجابها هنا عشان لما تفوت ليه هو اللي ساعدها فتقول لي يلا نتجوز. اتصدق انت اسك اخواتك؟ هو ايه الفيلم الحتش اللي بتقوله ده؟ دي اكيد المربيه اللي بابا جابها لنا. انت بتتكلم بجد؟ هو فيه ظرف ده؟ انا كنت فاكره ان بابا بيتكلم زي كل مره، بس ده طلع بحق وحقيقي. وبعدين هنعمل ايه؟ هنعمل زي ما عملنا مع اللي قبلها. يلا جهزوا الحاجة. أوامرك يا معلمي. وتحت عند شمس وقاسم، أمي أنا بجد تعبان جدا بسبب اللي حصل النهاردة، ومتلخبط كده مش عارف مالي من ساعة ما ظهرت قدامي. خير يا ابني إن شاء الله، أبشر. بس في حاجة غريبة كده حصلت لما كنت بديها الكارت بتاعي قبل ما انطق باسمي، لقيتها قالته. العمة نفسها؟ يا ضنايا يا بنتي، ربنا يجبر قلبك على اللي حصل فيه. سرحتي فيا يا امي، يعني ما ردتيش عليا. قلب المؤمن دليله يا ابني،
ممكن فكرتها بحد ولا كده على نفس اسمك. ممكن يا امي، وممكن كمان اللي هقولهولك ده هتستغربي منه، انا معرفهاش ولا عمري شفتها قبل كده، بس قلبي بيقول لي هي دي اللي هتعرف تربي ولادك. عشان كده اول حاجه هعملها لما تفوق باذن الله اني اقول لها تيجي تعيش هنا معانا وتربيهم. بجد يا ابني اللي بتقوله ده؟ ايوه يا امي بجد. طب ايش معنى هي؟ زي ما قلت لك يا امي مش عارف ايه السبب، بس ممكن من ضمن الحاجات واللي خلتني اعمل كده لما شفت منظرها هي بتجري لوحدها وانها عاوزه تحافظ على نفسها ومش عاوزه حد يجي جنبها، فوصلني احساسها وخفت عليها كانها حد من ولادي اللي ربتهم بايديا دول. الام من نفسها؟ سبحانك يا رب، وهي فعلا كده. ها يا امي قلتي ايه؟ ايه رايك؟ يا ريت يا ابني، بس بلاش انت تكلمها، لما تفوق انا هكلمها بنفسي باذن الله، ولو احتجتك تقنعها في حاجه معايا هقول لك عليها. ماشي يا امي اتفقنا. وفي اوضه الولاد؟ ها جهزتوا الحاجه؟ ايوه يا استاذي، انا حضرت كالته للميه، وانا حضرت سائل الصابون اللي هنحطه فوق الميه، اما انا بقى حضرت البيل الصغيره. هو لا مؤاخذه يعني يا بوس، وانت حضرت ايه؟ انا الراس الكبيره اللي هدير كل حاجه. جاسر ببراءه؟ الراس الكبيره؟ ما انا شايف راسك طبيعيه اهي، هو ايه اللي كبرها؟ اوعى تكون مليض ومسلدي دولنا. بس ايه اللي بتقوله ده؟ احنا نشيلك من الخطه احسن تكشف لنا كل حاجه هنعملها. لا بالله عليك سلك في بيل ده، انت شكلك هتوقعنا في البير نفسه. بس بقى بطلوا دوشه انتوا الاتنين، هنبتدي امتى؟ لما تجيكم الاشاره. ايوه يعني ايه هي الاصاله؟ عشان اكون فاهم بس، هتغمز لنا يعني ولا هتفلقع لنا سلفوخ؟ لا كده اوفر، انت بتخرج الواحد من مود الاكشن اللي هو فيه. حلو قوي، وانت عامل فيها المفتش كولومبو. اطلع يلا روح على اوضتك. ما خلاص كده يا عم، بدل ما انت عامل فيها دلاكولا، قصدك تقول له جيلي كولا. يلا يلا انت وهو على اوضتكم، بدل ما اسيب لكم الاوضه انا كلها. خلاص يا اخي احنا خاركين، بس افتكر مصيرك تحتاجنا احنا الاتنين. ارفور. وبعد ساعة حمد الله على سلامتك يا حبيبتي. عمته اترمت في حضنها وقالت لها حضنيني جامد يا عمته، انا محتاجة الحضن ده قوي، عاوزة احس اني كويسة وفي امان. حاسة بيك يا بنتي والله، بس انت اللي ما سمعتش كلامي، وفي الاخر ربنا قدر وقاسم هو اللي جابك لحد هنا بنفسه. جابني؟ جابني هنا ازاي؟ بصراحة بصراحة كده يا بنتي، انت لما شفتي ما حسيتيش بنفسك وشالك وجابك لحد هنا. يا وقع بيضة، شالني وجابني لحد هنا؟ ده ليلته هتكون بيضة بإذن الله. استني بس يا بنتي، هو فاكرك أصلا واحدة كبيرة في السن شوية؟ يعني هو معرفنيش؟ لا ما تقلقيش، الحمد لله. هو عمره أصلا ما كان هيتوقع إنها تكون انتي، بسبب إن انتي قلتيلي ما قلهوش إن انتي لبست النقاب. وتاني سبب ربنا يسامحني، أنا قلتله إن انتي مسافرة إيطاليا عشان ما يعرفش إن انتي موجودة هنا، فياخد على خاطره أكتر ويحاول يرجعك مرة تانية، وأنا عارفة دماغك ناشفة ومش هترضي في الموضوع هيكبر. لا يا عمته، أنا أسفة إني هقولك إن انتي ما عملتيش الصح، لأن الصدق هو المنجاه، ومن توكل على الله فهو حسبه، يعني ربنا كفيه. معاكي حق يا بنتي، أنا عارفة إن أنا غلطانة. طب استأذن أنا بقى يا حبيبتي. استني يا شمس، في حاجة كده عاوزة أقولها لك. اتفضلي يا عمته. بدأت العمة سناء تحكي لها، وكان رد فعلها لا وألف لا يا عمته، هو حضرتك بتقولي ايه؟ اسمعيني بس يا بنتي الاول، اولا هو ما يعرفش ولا هيعرف باذن الله ان انتي يا شمس، وتاني حاجة ان انتي هتاخدي مرتب كويس لو مش عاوزة تاخدي فلوس منه شخصيا، والتالتة هتراعي عياله بعد اللي حصل لهم مع مامتهم الله يسامحها، وهحكي لك كل حاجة بعدين. والرابع والاخير والاهم، انتي عاوزة حاجة تانية تحصل لك زي اللي حصل لك النهاردة يا شمس. اقتنعت شمس بكلامها وردت عليها وقالت لها حاضر يا عمته، هصلي استخارة وارد عليكي باذن الله. ماشي يا بنتي، روحي دلوقتي الله يكبر بخاطرك. حاضر يا عمته. وبره الاوضه مستعدين؟ مستعدين يا معلمي. ويا دوبك طلعت شمس من الاوضه وهنا تكون انتهت حلقتنا النهارده يا احلى اخوات، اتمنى تكون عجبتكم. ما تنسوش بقى لو عجبتكم قصتنا بنستاذنكم تضغطوا لايك وتقولوا لنا رايكم في التعليقات، ولو ما كنتوش مشتركين في القناه تشتركوا فيها وتنورونا. ما تنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام عشان تاخدوا حسنات، وتجاوبوا على السؤال. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.